مشاركة معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية لمملكة البحرين في أعمال الدورة الستين للجنة المخدرات تندرج في إطار الحرص الدؤوب للمملكة على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وذلك عبر الاستفادة من التجارب الناجحة في المحافل الدولية. الشيخ عبد الله بن راشد أكد على أن الأمن جزء لا يتجزأ من المشروع الإصلاحي الرائد الذي أرسى دعائمه جلالة الملك المفدى، وعلى أهمية تعزيز تكاتف الدول في محاربة آفة المخدرات التي تشكل تهديدا للصحة والأمن والاقتصاد. تأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا الحدث السنوي المهم للمؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات في ضمن إطار الوزارة بضمن إطار استراتيجية الوزارة إلى الاهتمام بمكافحة المخدرات. وفي هذا العام بالذات نشوف أن الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها العام السابق من قبل مملكة البحرين تأتي متماشية ما هو مطروح من تجارب ناجحة لعدة دول، وتأتي في مقدمة عمل وزارة الداخلية في مكافحة هذه الظاهرة أو القضية الدولية اللي تعاني منها كل الشعوب. طبعا الأمن هو أساس بناء المجتمعات. نائب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعد أن شدد على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب فيينا في مكافحة المخدرات لتعزيز الأمن والسلام في العالم، أشاد بمستوى التعاون القائم بين هذا المكتب ودولة البحرين في مكافحة المخدرات. The cooperation with the entire GCC countries is excellent. The cooperation with Bahrain is excellent and also extremely interesting for us because it's a country that is involving its entire population in preventive measures. It's a country that has seen that in order to deal with these phenomena which bring chaos, which bring violence and extreme violence to a country, that you cannot just approach it only with law enforcement. You have to involve the communities in preventive measures. So his presentation, I think, was a highlight during this week. Because it gives all of us hope that we can still manage and address extreme violence with more than just law enforcement. It involves, you know, a social fabric. It involves a lot of community-based activities, and that is where I think Bahrain stands out. هذا وزار الشيخ عبد الله المعرض الذي أقامه مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال الدورة الستين، الذي سلط الضوء على الاستراتيجية الجديدة لشؤون الجمارك والنجاحات التي حققتها دول المجلس الست على صعيد مكافحة آفة المخدرات. كما شارك في ندوة رفيعة المستوى بشأن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه بمداخلة أوضح فيها أبعاد المقاربة البحرينية بهذا الخصوص. ركزنا من خلال المشاركة في هذا الحدث على أبرز ما تقوم به الحكومات المحلية أو المحافظات في محاربة الإرهاب بشكل عام، واستعرضنا تجربة مملكة البحرين والمحافظة الجنوبية خاصة في مكافحة الإرهاب واستخدام الوسائل الاجتماعية في الوصول إلى الأهداف الرئيسية من مكافحة الإرهاب والاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب. فهذه تجربة رائدة فيها العديد من البرامج اللي استحدثتها المحافظة الجنوبية لحماية المجتمع من هذه الأيديولوجية الدخيلة على مجتمعنا البحريني بشكل عام، و اللي تعاني من كل الدول الحقيقة في هذا الوقت الصعب، ويجب على كل الحكومات والحكومات المحلية والمحافظات أن تحمي مجتمعاتها من هذه الظاهرة الخطيرة التي ممكن أن هي تهدم المجتمع بأكمله. المشاركة المتميزة لمملكة البحرين في أعمال الدورة 60 أكدت حرص المملكة على تعزيز الدولي في مكافحة الإرهاب والمخدرات واستمرارها في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بكل ثبات. من مقر الأمم المتحدة بفيينا لتلفزيون مملكة البحرين، عبد الوهاب الجيد.
المشاركة المتميزة لمملكة البحرين في أعمال الدورة 60 أكدت حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والمخدرات واستمرارها في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بكل ثبات. من مقر الأمم المتحدة بفيينا لتلفزيون مملكة البحرين، عبد الوهاب القيد.